أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أجمل تحية من بلد الأصالة الإمارات، وطن السلام، وطن زاي الطيب الله ثراه، حيث تبدأ منافسات المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. ونحن نبدأ الصفحة الأولى في هذا الكتاب والحدث الحضاري التراثي ومنافسة رموزه الغالية التي يتوق الجميع للحصول عليها، وهو الأكبر في أجندة هذا العالم الأصيل الساحر لعشاقه ومحبيه الذين انتظروا هذه اللحظة بكل وله وبكل حب. هذا العالم الذي ازدهر واستمر بفضل مواصلة التوجيه الكريم والسامي لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأمده بالصحة والعافية، والاهتمام اللامحدود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي بهما تستمر هذه الرياضة وتواصل الازدهار، والدعم الكبير لرياضة الأصول والجذور لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله تعالى، والرعاية المستمرة لانطلاقات هذه الرياضة والدائمة لهذه الانطلاقات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله بكل مكارمه ودعمه وجهده وعشقه للهجن وميادينها، والمتابعة الدائمة لهذه الرياضة لسيدي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس نادي دبي لسباقات الهجن. أهلا بكم في تحفة ميادين السباقات، الميدان الذكي، أقوى الختاميات وقمم التحديات في عالم الأصائل الساحر. المهرجان الختامي الذي يأتي في هذا العام مختلفا عما سبق عن كل ختاميات الهجن، ليس على صعيد التنظيم والمشاركة والأعداد، إنما يأتي مختلفا، يأتي متزامنا مع حدث عالمي كان العالم في هذه المنطقة ينتظره. فثقة العالم في الإمارات عموما وفي دبي خصوصا جعلها مقصدا لأهم وأكبر الأحداث العالمية في كل المجالات، فتشرف العالم باستضافة معرض إكسبو 2020 في دانة الدنيا. مرحبا بحضورنا الكريم، مرحبا بإخواننا أبناء الخليج في بلدهم الثاني الإمارات، مرحبا بمشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسينج وقناة ياس وقناة الكاس التي تواصل إذن التحدي والمنافسة على أرضية هذا الميدان. على بركة الله أعطيت الإشارة في انطلاق أول أشواطنا في هذا المساء، أول افتتاح هذا المهرجان الختامي الذي يقدم جديده دائما في كل الانطلاقات. المواهب تبدأ أولا والتحديات تسير مع هذه اللحظة حاملة أول الأشواط، أشواط الإنتاج والاعتناء بهذه الرياضة العربية الأصيلة هنا بكل تحدياتها. نتابع الشوط الأول ونذهب إلى المركز الأول، نتابع الانطلاقة الشاهينية. سالم بن محمد بالضبيعة الاشتبي يقود المقدمة، المركز الثاني هناك الغزيل محمد بن مسلم بن حمرور العامري، إلى المركز الثالث إلى شود عمر بن محمد بن عبيد بن نغموش الاشعبي، بينما على المركز الرابع تعود هناك نجود جاسم بن محمد بن علي الراشدي، وفي المركز الخامس هنا الدخول القادم من شواهين سيف بن مطر بن لاحج الهايري، وسادس المراكز يا سلام الأسماء والتحدي معز محمد بن عبيد بن علي السناري، وعلى المركز السابع هنا انطلاقة قادمة من مياسة خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري، وهناك أيضا دخولنا على ثامن المراكز في هذه اللحظات هي الشايقة سعيد بن أحمد بن حلوة الاشتبي، والمركز التاسع إلى الانتقال إلى تحدي هذه اللحظات شواهين سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، والمركز العاشر من تدخلت وانطلقت هي الشاهينية مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات، تحمل هناك عبد الله بن علي بن سلام
آل اشتبي. ما شاء الله الرغبة الكبيرة، الكل حاضر. ختامي المرموم 20-22 يفتح الأبواب منتصف المسافة. هنا تغني هذه اللجن وترقص في هذا الاحتفال من خلال هذه التحديات على أرضية هذا الميدان والتحدي. المقدمة والمقدمة طارت أيضا إلى الصدارة، نقلت الشايقة سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة آل اشتبي إلى المقدمة. أتوقع أنها إلى الخوانيج ترغب بالفوز، تريد الفوز. المركز الثاني التدخل من شعار التحديات، وهناك نجود القادمة جاسم بن محمد الراشدي، غير الأمور، قلب الموازين، حرك الراشدي، الراشدي إلى الانطلاق. بينما المركز الثاني تتواجد الشاهينية، عبد الله بن علي بن سلام آل اشتبي للمركز الثاني في هذه المنافسة. بن حلوة لازال في صراع التحديات، ولكن قادمة معزة، محمد بن عبيد بن علي السناري ضيفة قادمة أيضا للتحدي من دولة قطر. هناك الاندفاع ما شاء الله إلى المركز الرابع تظهر الأسماء، سمحة، عبد الله بن حميد بن مطر الدرعي، كلها الأسماء التي تعلن هنا الانطلاق والتحدي والمنافسة على أرضية هذا الميدان. الكيلومتر الأخير مع هذه اللحظة إلى المقدمة، عودة إلى نجود جاسم بن محمد بن علي بن عمير الراشدي يريدها هنا في المركز الأول. الناموس، ناموس الختامي، ناموس التحديات، ناموس الانطلاقات. لكن المتابعة قادمة من الشاهينية عبد الله بن علي بن سلام آل اشتبي. شوف الخطورة، تقدمت مذيار فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي مع هذا الأداء. الإنتاج والتحدي. المركز الرابع مياسة خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري، كل هذه الأسماء. شوف الصراع، تابع المقدمة، الانطلاقة. يا سلام نجود تنطلق هنا، تأتي مع الهرد، مع هذه اللحظات نقلت النقلة النوعية مع هذه اللحظات من خلال الانطلاقات. أم غافة ينتظرون الجماهير، لكن لا استسلام، لا تحدي، لا انطلاقة. يا سلام مع هذه اللحظة مذيار فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي إلى المركز الأول. أول ناموس هنا، انطلاقة أهل القوع. سلام عليكم يا أهل القوع، ما شاء الله. فارس بن عبد الله الدرعي هنا مع هذه اللحظة، ما هي في البث بالفعل، هي بالفعل مذيار، ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني نجود فيه، المركز الثاني جاسم بن محمد بن عمير راشدي، المركز الثالث كانت حفلة سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث الاشتبي، والمركز الرابع انطلاق غازية محمد بن حميد بن سالم الدرعي، والمركز الخامس وصلت شاهينية عبد الله بن علي بن سلام آل اشتبي. ما شاء الله وتبارك الله، ما شاء الله وتبارك الله، الأداء الجميل، التحدي. المرموم يبدأ غير، وهذا العام هو غير في غير. شوف التوقيت يا الدرعي، سلام يا الدرعي. نعم، 5:45 وستة من الأجزاء من الثانية. ما شاء الله، فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي تانينا والناموس، وسلام يا القوع، سلام. المركز الثاني ذهب مع هذه التحديات، 5:46 وستة من الأجزاء من الثانية من خلال هذه اللحظات. أيضا تانينا والناموس إلى نجود وجاسم محمد بن علي الراشدي، والمركز الثالث حفل وصلت في المركز الثالث. سلام بن غويت، سلام سلطان بن سيب بن مبارك بن غويث آل اشتبي، تهانينا والناموس. 5:47 وسبعة من الأجزاء من الثانية، على بركة الله انطلق المهرجان، فأبشروا بالقادم من التحديات والانطلاقات في أرضية هذا الميدان.